بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان متواصلين مع حضراتكم شوط تلو الآخر نتمنى التوفيق والسداد ونجاح لكل المشاركين شوطنا الثالث عشر للقعدان الثنايا المحليات الأصايل بالفعل شوط خاص بالإنتاج والمنتجين لنتواصل مع الانطلاقات نتواصل مع الأعطاءات في هذه اللحظات لنتابع الانطلاق المميز هيمان على الصدارة أحمد بن مبارك بن راشد الشامسي من يقدم لنا هيمان على أول التحديات على أول الانطلاقات المركز الثاني حضور من صغان مصبح بن سيف بن كاسب المسافري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات المركز الثالث يأتي بالحضور مصيحان القادم سويد بن زايد بن قشمان المنصور مقدما أيضا لنا شعاره المركز الرابع الحضور يحضر في هذه اللحظات مبشر حمد بن محمد بن حاده الكتبي المقدم لشعاره مع المركز الرابع المركز الخامس حضور وتواصل من هداد محمد بن ابيات بالسم المنصوري ياتي مع المركز الخامس بينما المركز السادس الحضور من وبران عبيد بن راشد بن علي بن متعافي المنصوري يقدم لنا وبران مع المركز السادس المركز السابع الحضور يحضر نويان عبيد بن أحمد بالحوته العامري يأتي في هذه اللحظات مقدما لنا نويان ناوي على الفوز نويان القدوم أيضا والحضور يحضر ويتواجد مع المركز الثامن بهذا القدوم شاهين سلطان بن راشد الشامسي يأتي في هذه اللحظات المركز الثامن والتاسع قادم في هذه اللحظات شاهين عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري وعاشر التحديات عاشر الأسماء عز القادم في هذه اللحظات عز الغبشي بن سهيل الغبش الشريفي القادم في هذه اللحظات شعار الشريفي يأتي في هذه اللحظات يا أبو خالد بهذا القدوم هذا الحضور المميز العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى أول المراكز أول التحديات الانطلاقات من صوغان مصبح بن سيف بن كاسب المسافري أحد الأسماء القوية أحد الأسماء المنطلقة أحد الأسماء المندفعة الباحث عن الفوز الباحث عن الانتصار صوغان يا صوغان مصبح بن سيف بن كاسب المسافري المركز الثاني الحضور من وبران عبيد بن راشد بن علي بن متعافي المنصوري يقدم لنا انطلاقة شعاره يقدم لنا انطلاقة وبران بينما المركز الثالث الحضور من هيمان أحمد بن مبارك بن راشد الشامسي يقدم لنا حضور شعاره المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات القادم هداد محمد بن أبيات بالسم المنصوري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات المركز الخامس يحضر في هذه اللحظات نويان عبيد
بن أحمد بالحوتة العامري يقدم لنا أيضا شعاره، يقدم لنا حضوره وشعار شريفي القادم في هذه اللحظات مع المركز السادس، ليقدم لنا عز، يقدم لنا عز مع المركز السادس في هذه اللحظات. نصل إلى لوحة الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، كيلو واحد ما يفصلنا عن الفوز، ما يفصلنا عن الناموس. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، انويان عبيد بن أحمد بالحوتة العامري يقدم لنا شعاره وعز القادم في هذه اللحظات مع المركز الثاني الغبش بن سهيل، الغبش الشريفي، ولكن بن حلوس، بن حلوس، بن حلوس يقدم لنا شاهين عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، الخمسمية متر الأخيرة الخطيرة، القدوم من هملول حمد بن محمد بالسم المنصوري بن حلوس. هنا شاهين وهنا انطلاقة انويان وشاهين، شاهين وانويان، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة ما بين بن حلوس، ما بين أيضا بالحوتة وبالحلوس، بن حلوس وبالحوتة. الله على انويان، الله على شاهين، الله يا اللحظات الأخيرة. الناموس لمن؟ الناموس مع شاهين عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. سلام يا بن حلوس، سلام على ذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل انويان عبيد بن أحمد بالحوتة العامري. المركز الثالث وصل مشاهدين الكرام هملول حمد بن محمد بالسم المنصوري. المركز أيضا الثالث أم الرابع بالفعل، وصل مشاهدين الكرام مع رابع المراكز هداد محمد بن بيات بالسم المنصوري المركز الخامس. وصل مشاهدينا الأعزاء عز الغبش بن سيب الغبش الشريفي. إذا نعود إلى التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. لحظات الوصول في هذه اللحظات 7:54، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان الحضور من نويان لعبيد بن أحمد بالحوتة العامري، قدم لنا شعاره 7 دقائق في هذه اللحظات 55 ثانية بالوفاء والتمام. المركز الثالث هملول حمد بن محمد بالسم المنصوري، من قدم أيضا لنا شعار مع المركز الثالث، ليأتي بتوقيت زمني وقدرة في هذه اللحظات 7 دقائق 56 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا ومستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم.